تنظر إليها ظناً منك أنك متأملاً فيها، لتجدها هي الناظرة إليك وكأنها تراقبك. للوهلة الأولى تنظر إليك باسمة، ومن ثم تختفي الابتسامة فجأة وكأنها سرقت منها. عشرات السنين مضت على سر اللوحة الأكثر شهرة بالعالم، سرها رحل بموت رسامها ليوناردو دافنشي، لتبقى الموناليزا لغزاً تحاول البشرية مع مرور الأيام حله. وعلى الرغم من مرور عشرات السنين، إلا أننا لم نتمكن بشكل كامل من كشف لغز تلك اللوحة. ربما يتعين علينا أن ننتظر لسنوات أخر، أو حتى حين استحداث تقنيات تمكننا من الكشف عن سر تلك اللوحة الخفية. إذا أردت عزيزي المشاهد معرفة ما هو سر الموناليزا وكل ما يدور حولها، ابقى معنا في الفيديو حتى نهايته، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. الموناليزا أو الجوكاند هي لوحة فنية تعود للقرن السادس عشر، رسمها الفنان والناحت الإيطالي ليوناردو دافنشي، ولقد رسمها دافنشي في عصر النهضة الإيطالية، كما تعود ملكية الموناليزا إلى الحكومة الفرنسية، حيث تعلق على جدران متحف لوفر في باريس خلف لوح زجاجي مقاوم للرصاص، وفي بيئة يتم التحكم بمناخها. وتوصف الموناليزا بأنها أكثر الأعمال الفنية شهرة في تاريخ الفن، كما أنها أكثر عمل فني يتم الكتابة عنه والتغني به، وكذلك البحث وراء تفاصيله الخفية، إلى جانب الاهتمام بزيارة ورؤية العمل عن قرب. كما أن الموناليزا، وعلى الرغم من الشهرة الواسعة التي حصلت عليها والاهتمام الكبير الذي لاقته من المعجبين والمحبين، إلا أنها من أكثر الأعمال الفنية التي تمت محاكاتها بشكل ساخر في العالم. أما عن السبب عن تسميتها بهذا الاسم، سنتطرق إليه بشيء من التفصيل، لكن علينا أولاً أن نتعرف على الرسام الذي أخرج بريشته ذلك العمل الرائع. ولد ليوناردو دافنشي في تالا توسكاني في إيطاليا، وعندما بلغ 14 من عمره دخل ورشة العمل الخاصة بالرسام فلورنس أندريا ديل فيراكيو، التي كانت تعد في ذلك الوقت من أرقى ورش العمل، كما تدرب هناك كفنان مع كل من ساندرو بوتيتشيلي وبيترو بيروجينو. ولقد درس دافنشي كل من الرياضيات والهندسة الرياضية والعمارة والمنظور وكل علوم المراقبة الطبيعية، حيث كانت تلك العلوم لا غنى عنها في ذلك الوقت، كما درس أيضا الهندسة والعمارة. عاصر ليوناردو علم النهضة والنهضة الإنسانية كذلك، كما أنه تميز في العديد من التخصصات، فكان يدعى بأبي علم المتحجرات، ويعتبر واحدا من أعظم الرسامين على الإطلاق. ولقد خدم ليوناردو لدى العديد من الأشخاص المؤثرين مثل لورينزو دي ميديشي ودوق سوفورزا وملوك مانتوفا والملك فرانسوا الأول في فرنسا. ونظرا لكل تلك العلوم التي درسها ليوناردو دافنشي، بل حتى أنه كان متفوقا فيها، كان صاحب تكنيك خاص ودقيق ويستخدمه في أعماله الفنية وكذلك المهن الأخرى التي يمتهنها كمصمم ومخترع. فلقد كانت منتجات ليوناردو وأعماله مميزة ونادرة التكرار، ومن بين أكثر أعماله تميزا عذراء الصخور وسيدة مع قاقم والعشاء الأخير. أما اللوحة الأكثر شهرة من بينهم جميعا والتي التف أمام تميزها العالم أجمع هي الموناليزا. على الرغم من أن معظمنا يعرف جيداً كيف تبدو الموناليزا، إلا أن الدقة التي رسمت بها الموناليزا تحتم علينا وصفها، حيث تظهر لوحة الموناليزا أو الجوكاند بصورة لامرأة، والتي هي في الأساس موضوع اللوحة. وتظهر تلك المرأة وهي جالسة في مقصورة بشكل جانبي على كرسي بدون مسند للظهر، وكأنها موجهة قليلاً باتجاه المشاهد. وتعد وضعية الجلوس تلك التي تجلس بها سيدة اللوحة مستمدة من التكوين الهرمي الذي استخدمه دافنشي من أجل أن يطفي على لوحته إيحاء بجلوس مادونا. وتظهر ذراعها اليسرى مستريحة على مسند ذراع الكرسي، حيث تعانقها يدها اليمنى التي تشق طريقها عبر منتصف الجسد. وضعية ذراعيها والعلاقة بينهما وبين مسند ذراع الكرسي تخلق نوعا من الإحساس بوجود مسافة بين الشخصية الجالسة والمشاهد. وعند النظر إلى أيدي سيدة اللوحة تظهر بوضوح خبرة دافنشي في التشريح، حيث أن دافنشي قد عاش في المشفى ليدرس الهياكل العظمية وعلم التشريح على ما يزيد من 30 جثة،
ويعد الأسلوب الذي استخدمه دافنشي في إظهار النصف العلوي من جسم الشخصية فقط وجعلها تنظر إلى المشاهد مباشرة كان جديدا في ذلك الوقت، وجعل من اللوحة منفردة بأسلوبها عن باقي لوحات العالم إلى يومنا هذا، حيث أن الرسامين في ذلك الوقت اعتادوا على جعل البورتري يظهر الصدر بعلو الكتفين فقط وعادة ما تكون جانبية تماما. وترتدي سيدة اللوحة ثوبا من الحرير بلون أخضر داكن، ويتخلل الثوب طيات صغيرة من الأمام مع أكمام صفراء، إضافة إلى خط الرقبة بالثوب المذهب بخطوط متداخلة مع بعضها البعض ومطرزة. كما ترتدي السيدة حجابا أسود شفاف يغطي شعرها المجعد والملتوي الذي ينسدل على أكتافها، ويعتقد أن هذا الحجاب هو حجاب الحداد الذي يرمز إلى طبقة الاجتماعية للشخص الذي يرتديه. إلا أن ملابس الشخصية عادية وبسيطة، ولا يشير ثوبها ولا الوشاح الذي على رقبتها إلى طبقتها الأرستقراطية التي تنحدر منها السيدة موضوع اللوحة. أما عن عينين السيدة فتحدقان بالمشاهد وتتبعانه حتى عند تحركه، ويعود السبب في ذلك إلى أنها متعامدة على سطح الصورة المستوي، وتظهر عينان السيدة من دون حاجبان. وفسر بعض الباحثين ذلك بأن السبب قد يعود إلى أن النساء في ذلك الوقت كان ينتزعن شعر الحاجبين، حيث كانت تعتبر هذه الشعيرات قبيحة. إلا أنه في العام 2007 خرج مهندس فرنسي يدعى باسكال كونت مشيرا لاكتشافه آثارا لرموش وحاجبين يحيطان بعيني الشخصية، بالإضافة إلى آثار للعديد من دبابيس الشعر ووشاح مرصع باللآلئ، وذلك بعدما قام باستخدام مسح بدقة 240 بكسل. ويقول المهندس الفرنسي أن الأصباغ التي استخدمت لرسم هذه التفاصيل قد تلاشت مع مرور الزمن، أو قد تكون أزيلت بدون قصد عند التنظيف. وتعد الموناليزا أيضا أول لوحة ترسم بتقنية الضبابية، حيث أنه عندما ننظر إلى ملابس سيدة اللوحة لا نجد أي خطوط واضحة أو صريحة، بل نجد مجموعة من الألوان المتداخلة تعطي المظهر المطلوب، وهو على عكس ما كان سائدا ومتبعا في ذلك الوقت. وهنالك العديد من التكهنات بشأن الشخصية المرسومة والمناظر الطبيعية، حيث يقال أنه لربما كان ليوناردو رسم لوحته بأسلوبه بإخلاص، إذ لم يكن جمالها يعتبر من بين الأفضل. كما يجادل بعض مؤرخي الفن المختصين في الفن الشرقي مثل يوكيو يشير أن المنظر الطبيعي في خلفية اللوحة استلهم من الرسم الصيني، لكن هذا الطرح كان موضع جدل لعدم وجود أدلة واضحة عليه. ولقد أكدت البروفيسورة مارغريت ليفينغستون من جامعة هارفارد في حديث صحفي في عام 2003 أن ابتسامة الموناليزا تختفي عندما تتم ملاحظتها بالبصر المباشر، وذلك بسبب طريقة معالجة العين البشرية للمعلومات المرئية، فهي أقل ملائمة لالتقاط الظلال مباشرة، لكن الرؤية المحيطية يمكنها أن تلتقط الظلال جيدا. كما ذكرنا من قبل أن الموناليزا تعد أشهر عمل فني في العالم، حيث يصل عدد زوارها إلى 6 ملايين زائر خلال السنة الواحدة، وهو ما يمثل نحو 80% من زوار متحف لوفر. ولم تكن الموناليزا تحظى بهذه الشهرة حتى مطلع القرن العشرين، حيث كانت في ذلك الوقت مجرد لوحة من بين اللوحات العديدة التي حظيت بتقدير عال. لكن مع بداية القرن 19 بدأ الناس يمدحون دافنشي، وساد اعتقاد حينها بأنه عبقري، ومن ثم بدأت شهرة الموناليزا تنمو تدريجيا مع مطلع منتصف القرن 19. يعود سبب شهرتها تلك إلى عدة أسباب مختلفة، من أهمها والذي يعتبر السر الأكبر لها هو ابتسامتها التي وصفت بأنها غامضة ومبهمة، حيث أنها حيرت العديد من الأشخاص مثل سيغموند فرويد وأساتذة جامعة هارفارد، إضافة إلى أعداد لا تحصى من المشاهدين. إلى جانب ذلك استخدامه لطريقة الرسم بمنظور من نقطة واحدة في الخلفية، وهنالك أمر يتعلق بجل التكوين الفني لهذه اللوحة، إضافة إلى الطريقة التي استخدمها في رسم المنظور الجوي، حيث يساهم كل منهم في إيصال الصورة الشاملة لهذه اللوحة. كما أنه عندما أصبحت الموناليزا ضمن مجموعة فرانسوا الأول ملك فرنسا، كان لذلك أثراً كبيراً في أن تكون من بين أول الأعمال الفنية التي عرضت في متحف اللوفر الذي أصبح متحفاً وطنياً بعد الثورة الفرنسية. وتقدر القيمة المالية للموناليزا بحوالي 100 مليون دولار أمريكي في عام 1963، كما ويتم إنفاق مبالغ ضخمة من أجل تأمينها وحمايتها، مع العلم أن 100 مليون دولار في عام 1963
2062 تساوي حوالي 782 مليون دولار في عام 2015، وهو ما جعلها أغلى لوحة فنية في العالم. وإذا تطرقنا إلى السؤال الأهم، وهو من هي السيدة التي هي موضوع لوحة الموناليزا أو الجوكاند، ولماذا سميت اللوحة بهذا الاسم؟ في الحقيقة لقد ظلت السيدة المرسومة في لوحة الموناليزا سرا حتى اليوم، فلا أحد يعرف على وجه التحديد الهوية الحقيقية لها. فهناك من يدعي أن السيدة اللوحة هي والدته، وهناك من يقول بأنها من نسج خيال الفنان، كما أن هناك من يرجح أنها قد تكون امرأة عابرة ألهمته فرسمها. إلا أن بعض المؤرخين يدعمون نظرية مختلفة تماما، حيث ظل المؤرخ الإيطالي جوزيبي بالانتي يبحث في لغز الموناليزا لما يقارب 25 عام، حتى خلص في النهاية إلى أن الموناليزا كانت شخصا حقيقيا يعرفه دافنشي، وكانت تلك الشخصية هي زوجة أحد تجار الحرير الإيطاليين ويدعى فرانسيسكو ديل جوكاندو، والذي كانت تربطه علاقة وطيدة للغاية مع ليوناردو دافنشي، حيث يقال أن فرانسيسكو كان صديقا مقربا من ليوناردو دافنشي، وطلب منه رسم صورة لزوجته فرسمها ليوناردو. إلا أن الغريب في الأمر أن فرانسيسكو لم يستلم اللوحة فيما بعد، حيث يقول فاساري كاتب السيرة الذاتية لليوناردو دافنشي أنه قد رسم الموناليزا عندما كان يعيش في فلورنسا، عندما طلب منه فرانسيسكو ديل جوكاند رسم زوجته ليزا جوكاندو، وذلك كان في عام 1503، أي في عصر النهضة الإيطالية، حيث كان متفقان على تعليقها على حائط بيتهما الجديد كنوع من الاحتفال بإحدى المناسبتين، إما بمناسبة مجيء مولودهما الثاني، وذلك بعد وفاة ابنتهما في عام 1499، أو بمناسبة شراؤهما لمنزل جديد. وعلى الرغم من وجود الوثائق والأدلة التي تؤكد على وجود الموناليزا كشخصية حقيقية على أرض الواقع، ومن ثم معرفتها بليوناردو، إلا أن تلك الوثائق لا تثبت أنها هي ذاتها السيدة الموجودة في اللوحة، ولا يوجد أي إثبات أو دليل واضح على هذا حتى الآن، فبالتالي تظل الشكوك قائمة حول هويتها الحقيقية. استمر دافنشي بالعمل عليها إلى أن انتهى منها في عام 1519، ويقال أن السبب وراء عدم استلام فرانسيسكو للوحة ليوناردو أنه استغرق وقتا طويلا في رسمها، فبالتالي ظلت مع ليوناردو وأخذ يتنقل بها من بلد لآخر كي يستعرض مهاراته في الرسم. إلا أن كثرة انتقالها أدى إلى إتلاف تفاصيل عدة فيها، لدرجة أنه يتواجد ببعض اللوحات المقلدة لها تفاصيل أكثر اختفت من الموناليزا الأصلية، وانتهى المطاف بليوناردو دافنشي أن توفي في فرنسا من دون أن يسلم اللوحة إلى فرانسيسكو وزوجته. وكان أول من اشترى اللوحة هو الملك فرانسوا الأول، ووضعت في البداية في قصر شاتو فونتابلو قبل أن يتم نقلها إلى قصر فرساي، ثم انتقلت بعد ذلك إلى غرفة نابليون الأول، ثم إلى متحف لوفر في باريس. وهناك نسخ متعددة من الموناليزا ومحاكية لها، حيث توجد نسخة من الموناليزا تعرف باسم سيدات ليوناردو دافنشي في متحف ديل برادو، ذلك المتحف الموجود في مدريد، والتي اعتبرت لعدة قرون من أعمال دافنشي. لكن عند ترميمها في عام 2012 أعلن أن اللوحة لم يقوم برسمها دافنشي، بل رسمها ليونارديتشي وهو واحد من تلاميذ دافنشي، ولقد رسمها في الاستوديو الخاص به في الوقت نفسه الذي رسمت فيه الموناليزا. تختلف تلك اللوحة عن اللوحة الأصلية بعض الشيء، مما أدى إلى ظهور تكهنات تفيد أنها من الممكن أن تكون تلك اللوحة أول تصوير ثلاثي الأبعاد في العالم، إلا أنه قد ظهر تقرير بعد ذلك يفيد أن كلتا اللوحتين لا تعطي عمقا تجسيميا موثوقا. وهناك نسخة أخرى محاكية للموناليزا تعرف باسم إيدلورث موناليزا، اشتراها في أول الأمر نبيل إنجليزي في عام 1778، ويعود اكتشافها لعام 1913. تم عرض اللوحة في وسائل الإعلام في عام 2012. كما يدعي المالكون أن ليوناردو دافنشي ساهم برسم جزء من هذه اللوحة، إلا أن الخبراء المتخصصين في أعمال ليوناردو مثل فرانك زولنر ومارتن كيمب يقومون بدحض هذا الادعاء. لقد ساهمت لوحة الموناليزا بالتأثير على فن البورتريه المعاصر بشكل كبير خلال عصر النهضة، ولقد ظهر هذا التأثير في عدة أمور، منها أنها شكلت حافزاً لفنانين متأخرين في التفكير بشكل أكثر إبداعاً، كما حثتهم على إطلاق العنان لخيالهم والتعبير عن ذلك في رسوماتهم وأعمالهم، إلى جانب أن وضعية الثلاث أرباع أصبحت بمثابة معيار أساسي في الرسم، وخاصة في تلك الفترة. ولقد ساهم دافنشي بشكل كبير من خلال
لوحته تلك في ابتكار نمط وأسلوب فني جديد في الرسم يعتمد على مزيج من العناصر المترابطة أهمها الضخامة والحيوية والواقعية والشاعرية، إضافة إلى العنصر الأهم وهو الغموض. فقبل دافنشي كانت لوحات الفنانين تفتقر لأي مشاعر يمكن للمشاهد أن يراها، حيث أنهم كانوا يقدمون الصور والمظهر الخارجي فقط من دون الاهتمام بالتفاصيل التي تظهر هذه المشاعر. حتى ولو حاولوا إظهارها فكانوا يستخدمون الإيماءات والرموز البسيطة من أجل التعبير عنها. وفي عام 1911 تمكن شاب فرنسي الأصل يدعى بيريجوي من سرقة اللوحة، وذلك أثناء قيامه بترميم وتبديل أطر اللوحات، واستمر اختفاء اللوحة لمدة عامين، ومن ثم قام بيريجوي ببيعها إلى فنان إيطالي يدعى ألفريدو جاري. وعندما تأكد جاري أن اللوحة أصلية أبلغ السلطات الإيطالية، فقاموا بالقبض على السارق ووضع اللوحة في متحف بوفير غاليري. وعندما علمت فرنسا بذلك قامت بإجراء العديد من المفاوضات لإعادة اللوحة، حيث كادت تنتهي العلاقات بين البلدين، إلا أنهم في النهاية تمكنوا من استعادة اللوحة وإعادة السارق أيضا إلى فرنسا، وتم تقديمه للمحاكمة في فرنسا. وقال بيريجوي أثناء المحاكمة أنه قام بسرقة اللوحة لأنها تشبه حبيبته التي توفيت، ومن ثم حكم عليه بالسجن لمدة عام. إلى هنا نكون قد أحطنا إلى حد كبير بما تمكن العلم من الكشف عنه بخصوص اللوحة الأعظم والأغلى في تاريخ الفن، كما ونكون قد كشفنا أيضا عن عظمة وبراعة ليوناردو دافنشي الذي أخرج لوحة بجمال الموناليزا لتظل خالدة في تاريخ الفن، حتى أنها غدت قطعة فنية نفيسة قد تخسر البلاد بعضها البعض بسببها. وفي النهاية نتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم المزيد، وإلى اللقاء في وثائقي جديد.